سلام يا ناصر. الله يسلمك يا معلم عصام. ما قلتليش ايه رايك في اليافطه الجديده بتاعت الورشه؟ بذمتك مش تحس ان اسم النمر يديها قيمه كده؟ رفع اخويا الله يرحمه علمني ان كبير المكان ما بيقولش حاجه غلط. احلى حاجه فيك يا ناصر انك عارف ان انا كبير المكان. طبعا اللي يقدر انه يشيل يافطه الاسطوره ويحط مكانها اسمه واحنا مغمضين نعرف انه بقى كبير المكان. تقصد ايه؟ قصدي انه مبروك عليك الورشه كبير المنطقه كلها. مبروك فيك. هو اللي زيك تخلف ليه؟ ها؟ اللي زيك تخلف